التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. شوط ما قبل الختام هذا الشوط، شوطنا التاسع عشر الذي خصص للابكار انطلاقة سليمة وموفقة نتمناها للجميع. نسير إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول والصدارة. شفاء على مقدمة الشوط للشيخ حمد بن عبد الله بن ركاب العامري اللي يتقدم إلى مقدمة الشوط، بينما النقلة إلى المركز الثاني وهنا الظبي أو لظى اللي قادمه معرض بن محمد بن هلال المزروعي في المركز الثاني، بينما ننتقل إلى المركز الثالث وهنا الشاهنية سعيد بن مهنا المحرمي قادما مع الشاهنية، بينما ناخذ اللي على المركز الرابع. وبالمركز الرابع تدخلت الان هادي اعياد محمد بن عبيد بن عيد المنصوري، اما بالمركز الخامس ازهوى لظافر بن مسعود من هادي الاحبابية. هذه النتيجة ايها الاخوة الكرام للعشر المراكز اول للخمس المراكز الاولى، بينما اسامي وشعارات ما بعد الخمس المراكز الاولى قادمة للمنافسة، قادمة للتحدي والناموس. لكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى شفا، إلى شفا اللي على المقدمة، شفا للشيخ حمد بن عبد الله بن ركاب العامري. روح يا بن ركاب روح، الجماهير تتابع هذا الشعار، له قاعدة جماهيرية كبيرة، شعار الشيخ عبد الله بن ركاب العامري وانجاله في مقدمة الشوط في المركز الأول في هذه اللحظات، بينما في المركز الثاني هنا لظى لمعضد بن محمد بن هلال المزروعي، بينما في المركز الثالث الغدوم من زهوة لظافر بن مسعود بن هادي الأحبابية. المركز الرابع عياد محمد بن عبيد بن عيد المنصوري قادما إلى المركز الرابع، بينما في المركز الخامس أتابع اللي على المركز الخامس وصلت الآن وتقدمت في هذه اللحظات الشاهنية لسعيد بن مهنا المحرمية. لكن يا أيها الأخوة الكرام نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى شعار الإنجازات، إلى شعار البطولات، إلى شعار التاريخ. يا ما أنجب الكثير والكثير من النوعيات. الله يقدم شفا، يقدم شفا، شفا هنا مع المقدمة عصاها في بطانها، بدأت في أجواء الكيل والمطر الأخير وهي في صدارة الشوط في المركز الأول. المركز الثاني لضى لمعضد بن محمد بن هلال المزروعي. المركز الثالث اللي قادم الآن لزهوة لظافر بن مسعود بن هادي الأحبابي. أما في المركز الرابع القادم أعياد محمد بن عبيد بن عيد المنصوري. المركز الخامس هناك ايضا علاج عبد الله بن فاهم بن عبد الله بن يوسف. لكن شفا شفا ركز 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 يا شيخ حمد بن عبد الله بن ركاب العامري مع الفوز مع الانتصار. بدات تقترب شفا، بدات تقترب شفا. نبى نسلم الى اهالي اليحر، الى اهالي العين، الى دار الزين، مقر الناموس، مقر الانتصار. هذه شفا عوايدها على الناموس معتادة، عوايدها ولهيب يدايد، عوايد ولهيب يدايد على شعار الشيخ حمد بن عبد الله بن ركاب العامري. تهانينا لمالك هذا الشعار، لمؤسس هذا الشعار الشيخ عبد الله بن ركاب العامري وانجاله. سلام للعين، سلام سلام يا شفا، سلام سلام يا شفا، سلام سلام عيناوي، سلام سلام الى اليحر، سلام. تهانينا والناموس للشيخ حمد بن عبد الله بن ركاب العامري. المركز الثاني وصلت اللي هي قمريه لعلي بن سلطان بن رشيد. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت مشاهدينا الاعزاء اللي هي مفاوضه لصالح بن محمد سلمين العامري. هذه النتيجه توقيت الزمن 4:34. تهانينا والناموس للشيخ حمد بن عبد الله بن ركاب العامري، وتهانينا للشيخ عبد الله بن ركاب العامري وانجاله جميعا على هذا الفوز. مشكور يا سعيد يا بن علي الزرعي كذلك المرافق مع مسيرتي هذا الشعار. تهانينا والناموس للجميع.